الاقتصادي. فوثيقة تعديل الدستور التي سنقبل على التصويت عليها فإنها تشدد على بناء اقتصاد منتج ومتنوع وقادر على المنافسة في إطار التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تعمل وزارة المناجم على تكريسه في الميدان مع باقي القطاعات الأخرى من خلال خارطة الطريق التي سطرتها والتي تتضمن بشكل خاص مراجعة قانون الذي يسير القطاع لجعله أكثر جاذبية.